احتفالاً بذكرى أول نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورة التحرير ضد احتلال الغاشم المجرم. كانت الفانتازية وضربات البارود المدوية طريقة سكان مدينة عامة لاستقبال هذه المناسبة. شكرا هذا الشعب اللي راح حاضر هنا قاعد لإحياء ينشط معنا هذه الذكرى، والأندية نادي ولاد الهادف ونادي الفراهدة. بعد إحياء هذه التظاهرة تاع أول نوفمبر في ولاية نعامة، نشكر جميع الفرسان الحاضرين. ردونا للجذور تاعنا تاع الآباء والأجداد، والحمد لله. تتميز عروض الفانتازية أو ما تعرف بالعلفة كونها أشبه بالعروض العسكرية القديمة، تمارس في ولاية نعامة بمختلف بلدياتها. اليوم رانا هنا كما راكم تشوفوا، رانا في إحياء ذكرى أول نوفمبر. أنا هنا مع الفانتازيا، عندنا هنا عادات في بلدية نعامة، وإن شاء الله نشكر القائمين على هذا التراث اللي راهم كل عام إن شاء الله راهم يحيوا هذا التراث. نظمت ولاية نعامة هذا الحفل تكريما وترحما على شهدائنا الأبرار. نشكر كل القائمين على هذا الحفل الفانتازي بامتياز الذي تحييه نعامة خاصة والجزائر عامة. هذا عيد الثورة وعيد المجاهدين والجزائر كاملة، الله يرحم الشهداء واللي منظمين هذا المهرجان حيين الذكرى، الله يعطيهم خير على خير وبارك الله فيهم. تاريخ الولاية حافل بالبطولات، لها عادات وتقاليد لا زالت لحد اليوم تحافظ عليها وتحيي بها مناسباتها الوطنية وحتى المحلية.